واحد. هذا المقابلة قادها على مستوى ثلاثي التحكيم عبد الرحيم اليعقوبي مساعدة يحيى نوالي ورشيد الدردور من عصبة الشرق. أول حالة كانت في حدود الدقيقة الخامسة، تدخل ديال لاعب الوداد مالك إيفونا ولا قرار انضباطي. سي جرير، هذا هو المشكل اللي دوينا عليه، لان هنا كنشوف واحد العدد ديال الحكام زعما كيتهضروا على بعض الحالات يعني غير مفهومه، لانه القانون معاه ملي كيكون الضرب هو ملي كيكون الضرب سي الطرد، ما فيش لا فيرتيسمون في الضرب، لان هذه من الحالات اللي هما يعني كتسحق فيها. هنا كاين حاله وقدامه، هنا ما غاديش نقول لك انه الحكم ما شافهاش، لان الحكم تابع الكره. وسي جرير، هنا الدور ديال الحكم مساعد يعني كيكون كنظن قريب زاويه الرؤيه واضحه، حتى الا ما شافهاش حكم الوسط كاين الحكم المساعد الاول كنظن حتى هو بامكانه يشوف. هو الحكم المساعد كيمكن له يتدخل في ظهر الحكم الوسط، اما هنا الكره غادي هو كيشوف فيها وكتشوف الضرب، ما بغاش نتسنى انا حتى غادي يعلي لي الحكم المساعد على الامر. اذا في هذه الحاله كتقول خطأ مع الانذار، انذار بطاقه صفراء فقط على الاقل، اضعف الايمان. اذا نمشيو لدقه 12، ثاني حاله في هذه المقابله بين الجيش الملكي والوداد الرياضي. هل هناك ركله جزاء لفائده فريق الوداد الرياضي في حدود دقيقه 12؟ سي طلال، هنا تكمل اللقطه، هنا اللاعب، شوف اللاعب كاين اليد، هنا كاين خطأ، كاين ضربة جزاء، كاين خطأ باليد دفع اللاعب المهاجم، شوف هنا شنو غادي. إذا غنشوفوا غنعاودوا نشوفوا السي طلال وبالتصوير البطيء حتى نتأكدوا من هذه الحالة. اللاعب كيتدفع، اللاعب تستعمل اليد المدافع ودفع اللاعب وسقطوا، هنا ما انتبهش الحكم للعملية. هنا شوف اش كتقول السي جرير؟ خذوا الرأي ديالك كذلك. واش في هذه الحالة؟ لا على هذه كاين اليد حقيقه، ما هنا يعني الصراحه صعيبه. اذا اش كتقول، واش كاين هناك خطا ولا ما كاينش؟ انا صعيبه بالنسبه لي، انا كتجيني صعيبه، كتبان لي اليد ولكن واش فعلا كاين دفع او كانت اليد من سميتو الله اعلم. انا كاين اليد دفع، هو اللعاب اللي السقطه ديال اللعاب ماشي عاديه، اذا هنا كانت عمليه دفع وكان خطا. إذا ننتقلوا لثالث حالة في هذه المقابلة في حدود دقة 36، تدخل ضد مهاجم فريق الوداد الرياضي اللاعب الهجوج مع الإنذار زائد الاحتجاج ديال عميد فريق الجيش الملكي شاكير. الإنذار الأول للاعب شاكير للاحتجاج. اش كتقول سي جرير؟ الصراحة ما كنفهمش، لا داعي للاحتجاجات، علاش غادي يبقى يحتج؟ والحكم أعلن عن ضربة خطأ، كاينة ولا ما كايناش تحمل مسؤوليته فيها. من الاحتجاج ويجي تقول له راه كانت قبيله لهي ولا ما كانت لهي، هذه ماشي معقوله، ومع انه حكم يعني كيلعب في الفريق الوطني بحال هذه المسائل هذه، وفات له انه لاعب، فات له انه خرج في مع الفريق الوطني مقابله دوليه بحال هذا الشكل هذا، انا لا داعي لهذه الاحتجاجات. هو الخطا موجود والانذار مستحق لوجود الفرصه الواعده هنايا، اللاعب حتى الحكم كان متساهل معه صراحه، لانه الحكم دابا عطى انذار للاعب اللي عمل الخطا، مي هو اللي جاي كيحتاج خصو انذار. وكنظن الحكم وجه الانذار. لا حتى شاكير تلقى الانذار. اذا ننتقلوا لحاله اخرى في حدود دقيقه 44، التدخل ديال اللاعب الزكرومي لاعب فريق الجيش الملكي والانذار. اذا حاله في حدود الدقيقه 44. اش كتقول سي جرير على مستوى هذه الحاله؟ الخطا كاين والانذار كاين، لان هنا ماشي فرصه ثانيه حال التسجيل، لانه اللاعب اللي غادي هو ديال الوداد، اللاعب الاخر اللي من وراه كان يمكن عند الحكم يمكن كيقول له كان ما مسيطرش على الكره وغادي بها مثلا الحكم الاخر. يعني الى امكن من المخرج ديالنا سي لوزا، غنتابعوا في الوقت اللي كان هناك التدخل ديال بالفعل التدخل ديال لاعب فريق جيش ملكي، واش انه مشى الكره عاد من بعدها كانت الاعاقه ولا كانت الاعاقه مباشره؟ لا هو يعني احنا في التحكيم باش نعرفوا ان مشى الكره مسير، خاص الكره يعني الاتجاه ديالها يتبدا يتغير، ملي ما كيتغيرش الاتجاه ديالها معناها ان لو كان ضربها كانت تمشي على اليسار. اذا غنشوفوها ونخوضوا الراي حتى ديال السي طلال، واش كانت يعني كان تدخل سليم من طرف الزكرومي؟ الان الى امكن نوقفوا الكره حتى واللقطه حتى نتاكدوا، الان كنظن كتضح الامور. ما كيتضح على ان اللاعب المدافع ما ضربش الكره بعد نهائيا.
يمشي للرجل ديال اللاعب وكيسقطوا، وهنايا كاين انذار، هو انذار مستحق لان الفرصه السنيحه المواصفات ديالها غير موجوده هنا. هنا كاين لاعب اخر اللي يمكن راه غادي يقدر يلتحق به ويكسر له الفرصه. هناك فرصه واعده، الحكم اصاب القرار ديالو صحيح باعلان خطا مع الانذار. اذا كتقولوا كاين هناك خطا، نواصلوا بقيه الحالات. نمشيو للدقيقه 50، تدخل لاعب فريق الوداد، هل يستلزم القرار الانضباطي؟ سي جرير اش كيستلزم الانذار في هذه الحاله، ولا يعني امور عاديه ما كانش هناك حاله ضربه خطا لصالح لاعب ديال الوداد، لانه اللاعب ديال الجيش الملكي هو اللي مشى برجل. اذا هنا كاين الخطا. كاين الخطا واش كاين الانذار؟ كاين الانذار. الان غنشوفوا شوفوا هنا فين غادي يمشي رجله. فوالا الخطا لصالح الوداد، الخطا لصالح الوداد. اللاعب ديال الجيش هو اللي غادي يشوف في الرجل ديالو فين مشات، مشات كما تنقولوا باللغه الكره للقصبه ديال اللاعب ومشات له هنايا. فهنا كان خاصو في هذه الحاله هذه كاين الخطا مع الانذار. في هذه الحاله هذه بزاف الناس كيعتبر هذه كاينه مثلا ان جو دونجورو، الناس كان جو دونجور. جو دونجور كيتغير من اللي كيقيس الانسان. جو دونجور هو ما كيقيسوش كما كيخلعوا باش ما يمشي الكره. ملي كيمشي ما كنشوفوش يعني عند من كاينه الكره، يعني لمن الكوش لاعب ديال الجيش الملكي ولا الوداد، ومن خلالها يعني كنبنيو على مستوى الخطا. وحنا غنتابعوا حتى نزيدوا ناكدوا من جديد يعني في هذه الحاله المسجله في حدود الدقيقه 50 بين دائما في مقابله ديال الجيش وفريق الوداد الرياضي البيضاوي. الان يعني غنتابعوا حتى نخذوا قرار نهائي على مستوى هذه الحاله. اش كتقول السي جرير؟ هنا فعلا الكره عند اللاعب ديال الوداد، واللاعب ديال الجيش هو اللي جا له برجلو، صح؟ مشى له رجلو، مشى له هنا التيبيا ديالو، لانه هنا كانت تكون خطيره الضربه هذه. اذا ننتقلوا لحاله اخرى في هذه المقابله في حدود الدقيقه 92، هل هناك ركله جزاء لفائده فريق الوداد الرياضي؟ وقبلها في حدود الدقيقه 72 تدخل ضد لاعب الجيش الملكي ولا قرار. واش كان تدخل عادي؟ نخذوا الراي ديال السي طلال. لا، هنا كاين عمليه ديال الدفع، هنا كاين خطا لصالح فريق الجيش الملكي لم يعلن عنه، خطا هنا كيبان واضح. اذا كتقول كاين هناك خطا، اذا نمشيو ننتقلوا لاخر حاله تحكيميه في هذه المقابله في حدود الدقيقه 92، هل هناك ركله جزاء لفريق الوداد الرياضي؟ نخذ الراي ديال السي جرير وكذلك السي طلال. لا، غادي نمشيو لنفس العمليه اللي شفنا من قبيل ديال اللاعب ديال الجيش مع اللاعب ديال الوداد، حاط يدو داكور، ولكن واش كاين دفع ولا ما كاينش دفع؟ هنا الدفع ما باينش، لانه شو اللي نشوف هنا انت شوف كاينه اليد، شفتها هنا كاين يعني هنا كاينه ضربه جزاء. كتقول كاين خطا؟ كاين خطا. السي طلال اش كتقول السي طلال؟ كاين خطا، شوف غير السقطه ديال اللاعب. كاين خطا على انه دفعوا ديزيكيليبر، كاين دفعه من الخلف والحكم تجاوزات وما انتبهش لها. كان هنا هنا شوف، لا كاين خطا. شكون شاكرني باقي؟ اذا كتقول كاين هناك خطا وكاين ركله جزاء حسب يعني الراي ديال السي طلال والسي جرير. هذه كانت اخر حاله في هذه المقابله، كيما في المقابله بين الجيش الملكي وفريق الوداد. نمشيو للمقابله